السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مراجعة أولى إعدادي. طبعا الأزهر هيمتحن الأول فهنراجع معاهم النهاردة بإذن الله. تمام، يلا بقى نشوف كده أول مراجعة معانا إيه. أول حاجة معانا افتح صفحة 20. أول حاجة معانا زمن الماضي البسيط. زمن الماضي الايه؟ البسيط. زمن الماضي البسيط اللي بيتكون من حاجتين، يا الفعل بحط له دي او اي دي او اي اي دي، يا اما التصريف الثاني، يا اما الفعل في التصريف الايه؟ الثاني، اللي هو الغير منتظم اللي لازم احفظه. عندي هنا جه اللي بضيف الاي دي لما الدي لما يكون الفعل منتهي بايه؟ بالاي. والاي اي دي لما يكون واي بس جاب له حرف ساكن. والاي دي قال لي لما يكون واي جاب له حرف متحرك. تمام، قال لي بضيف الاي يضاعف الحرف الاخير مع الاي دي، زي كلمه ستوب لو هي اخر حاجه حرف ساكن وقبله حرف متحرك فبضاعف الحرف الاخير. تمام، يعني باختصار كده بضيف الدي لما الفعل يكون منتهي بالاي زي انفايت دي. تمام، تبقى انفايتد. طيب لو الفعل منتهي بواي احط له اي على حسب، لو الواي قبله ساكن اي اي دي يبقى بحذف الواي واحط اي دي، اما لما يكون واي قبله متحرك بحط اي دي. تمام، طيب يا مثل لو انا ما عنديش الافعال المنتظمه دي اللي بحط لها دي او اي دي او اي دي، اللي هيجي بقى في افعال ايه غير منتظمه دي ملهاش قاعده يعني لازم احفظها، زي المربع اللي عندكم ده كات هتفضل ايه؟ كات. ايت ات سويم سويم. سليب سليبت سليبت. سليبت بوت بوت. درينك درينك. جو وينت رايد رود. تمام، فهمتوا كده؟ يبقى الافعال الغير منتظمه ملهاش قاعده ودي لازم تتحفظ، اما الافعال العاديه بحط لها يا دي يا اي دي يا اي دي. تمام، ادي الماضي البسيط. طيب انا بقى عايزه انفي. انفي ازاي بالماضي البسيط؟ قال لي بنفي بايه؟ بديدنت. يبقى بنفي بديدنت وبعدها الفعل في المصدر. طيب ديدنت دي تاخد اي ضمير؟ اي ضمير، اسم مفرد، اسم جامع، اي هي شي ات يو وي، زي كلهم شغال مع ايه؟ مع ديدنت، وبعدها الفعل في المصدر. بص المثال ده كده، هي ديدنت ستادي هيز ليسن يسترداي، هو ما ذاكرش دروسه امبارح. عندي كلمه ديدنت اهو وجاي بعدها ستادي، طيب انا حطيت لها دي او اي دي او اي دي؟ لا. لا. خلاص، طيب اي ديدنت سنت ان ايميل تو ماي فريند لاست ويك، بيقول انا ما بعتش الايميل لصاحبي الاسبوع الماضي. برضه شي ديدنت جو تو ذا بيتش لاست سمر، بيقول لي هو هي ما راحتش الشط الصيف الماضي، فبرضه بعد انت جايب ايه؟ جو الفعل في المصدر. طيب لو سالت بديد هجاوب ايه؟ بيسال نو. ها وبعمل ايه؟ بغسل اول كلمتين واحسب باقي الجمله، ولو يو تتحول اي، ومع انه بنحط ايه؟ ان ابوستروف تي. طيب زي ده هو ديد يو clean the car، بيقولوا هل انت نظفت السيارة؟ yeah. قال له yes I did. اليو تحولت I والديد تنزل، او نو هتبقى I didn't. طيب لو جبت اداة استفهام where what when مش عارف ايه، يبقى لازم احط وراها did وبعدين الضمير وبعدين الفعل في المصدر. احنا ناخدها كده قاعدة في دماغنا، سؤال ونفي بجيب الفعل في الايه؟ في المصدر. سؤال ونفي الفعل في المصدر. سؤال ونفي الفعل في المصدر. خلاص، طيب ده في الماضي البسيط. طيب اعرف منين انت ماضي بسيط؟ قال الماضي البسيط بيبقى ليه كلمات ايه بتدل لي على ايه؟ الكلمات دي يا مس اول دي. حاجه كلمه يستر دي بتيجي كتير جدا، وكلمه لاست وكلمه اجو. تمام، ايه تاني الكلمات؟ ان ذا باست يعني في الماضي، ذيس مورنينج يعني هذا الصباح. طب يا مس ما ذيس مورنينج يعني في الصبح. طب ما حاجه عدت، يعني انا مثلا اقول الساعه مثلا 9 الصبح مش عدت خلاص؟ أيه. ادم ما عدت يبقى ده ايه؟ ماضي. طيب ايه 1999 1999 طبعا تاريخ قديم، يبقى برضو في الماضي. كلمه لاست ولو جه وراها اي حاجه، لاست يير، لاست مانث، لاست ويك، لاست توزداي، لاست ثيرزداي، اي حاجه فيها لاست هتبقى ماضي. طيب كلمة أجو، أنا وأجو كلمة أجو دايما برميها آخر الجملة. تمام، يبقى أجو معايا كده ماضي بسيط. فهمتوا؟ يبقى الماضي البسيط باختصار بجيب يا إما الفعل في دي أو إي دي أو أي إي دي، يا إما بجيب الفعل غير منتظم أحفظه.
خلاص بام في بايه في الماضي بديدنت وبعدها الفعل في المصدر سالت بديد اجاوب يس او نو وبنعكس اول كلمتين ومع النون حط ان ابوستروف تي تمام. طيب لو جبت اداه استفهام وات وير وين لازم اجيب وراها ديد وبعدين الضمير وبعدين الفعل في المصدر كده بنغنيها سؤال ونفي الفعل في المصدر عشان لو لقيت سؤال اخره كويستشن مارك يبقى لازم فعل في المصدر لو لقيت نفي يبقى برده فعل في المصدر تمام. تعالوا نحل عليهم ونشوف الكلام ده. يلا اول سؤال بيقول ايه on Sunday 8th May بيقول يوم الحد 8 مايو our family knocked to our new house in Alexandria. طب ده تاريخ قديم يبقى هنختار مين؟ موز. ليه؟ عشان خاطر في الماضي فيها ايه دي. يلا حد يختار كده تمام. اللي بعدها we knocked lunch together in the school canteen. خلينا نكمل الجملة عشان نعرف هو بيتكلم عن ايه. We not lunch together in the school canteen this morning. تناولنا وخلصنا هتبقى ايه في الماضي؟ had. تمام. طيب بصوا بقى عندكم بصوا احنا عندنا كام حاجة كده عايزاكم تحفظوهم. verb to be. verb to be ده في الماضي و verb to have. تمام. verb to be ده في الماضي اللي بيبقى was أو وير. خلاص ووز مع المفرد وير مع الايه؟ مع الجمع. هاف دي اللي هاف دي تبقى هاد في الماضي. كل ده في الايه؟ التصرفات بتاعتهم في الماضي. خلاص. طيب تعالوا بقى نشوف نمبر 3 بيقول لي اتس وينزداي توداي سو ات ووز. ركزوا في دي. بيقول لي اتس وينزداي توداي النهارده الاربع سو اتس توزداي يبقى التلات كان ايه؟ يسترداي كان امبارح صح كده. بيقول النهارده كان الاربع يبقى امبارح كان التلات. هاو ديد يو نو ات وين يو ستارت ا نيو سكول. هاو ديد خلي بالكوا سؤال في هتبقى نمبر سي. طيب عشان ده سؤال يبقى فعل في الايه؟ في المصدر. تمام. طيب لاست اكتوبر اكتوبر الماضي يو نو ات ماي انكل اند كوزن ان كايرو فيزيتد. ليه بقى؟ عشان عندي لاست في الماضي هتبقى فيزيتد. تمام. 3 days ago خلي بالكوا كلمة ago يبقى اختار الايه؟ الماضي. طيب انا مش حافظ التصريف التاني من درايف. طب انا عندي هنا درايف ده فعل في الايه؟ في المصدر. طب درايف اس فيها اس ينفع؟ لا. ولا دي اس درايف ولا الاس درايفنج هتبقى دروف في الايه؟ في الماضي. فهمتوا؟ يبقى انا مش مثلا مش حافظ التصريفات. طب انا هختار ايه؟ التصريف اللي لا فيه اي ان جي ولا فيه اسات ولا فعل في المصدر. يبقى اختار هم مش هيتبقى لي غير التصريف التاني. My uncle knocked his car in 2002. Boot. هنا عندي 2002 ده طبعا ده سنة انتهت. مش هتنفع لا is boing ولا فعل في المصدر ولا في استات. يبقى مش فاضل غير ايه؟ Boot. تمام. Knocked you enjoy the game last week. هل did. انت طبعا هتبقى did. تمام. Who did you knocked? الفعل في المصدر. فعل في المصدر على طول هتبقى ايه؟ سي. سي صح كده. مستر ايمن didn't. didn't ايه؟ بعد didn't بختار ايه؟ المصدر. تمام. طيب I have lunch and school canteen yesterday. did. لا. having. لا. ايوه had. had. صح كده يا خالد هتبقى had. This morning mom and I go shopping. بيقول لي الصباح هذا الصباح. طب الصباح ده عدى. went. يبقى went. go في الماضي هتبقى ايه؟ went. تمام. بعد كده بيقول لي when did your last English lesson. طب ايه اللي ينفع في الماضي مع your last lesson؟ ها your lesson ما هي مش هتنفع did. دي مفرد في الماضي. كيف كان؟ do. when. لا كان كان كان. انا لسه قايلها مع تصريفات verb to be. had. لا is. is ازاي؟ was. صح كده. دي يا وانت يا الاء بالاي مش بالاي. يلا اكتب اللي تحت was. اللي بعديها I not go on the big wheel last weekend. I didn't. I didn't. صح كده. يلا اللي بعدها I had math lesson two days last. ايه اللي بتيجي من الحدي في اخر يوم؟ yesterday. لا. ايش؟ نو نو. اسمها ايه؟ اجو. 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 اسمها ايه؟ اجو. اخر الجملة تبقى اجو. من يومين مضت. طيب did you ill yesterday؟ هل كنت تعبان امبارح؟ مش هينفع did. طب ايه اللي يمشي مع يو؟ زي ما قلنا was دلوقتي. يو بقى يمشي مع ايه؟ where. هل كنت مريض؟ اكتب where.
مش عارفه اكتبها. W E R E خلاص. طيب what places do you visit last weekend؟ did طبعا. last night I listened to music. I listened. listen ده نحط الفعل ايه؟ E D. يلا ألا. تمام كده أول درسين في القاعدة بتاعتهم خلصوا معانا. تعالوا بقى نقلب الصفحة ونشوف نحل الاختيارات مع بعض. I not breakfast with my family yesterday. أنا تناولت. خلي بالكم معانا كلمة الفطار، الفطار الغداء العشاء breakfast lunch dinner يجي معاهم have وتصرفاتها بقى يا have had 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 هتبقى had. طيب last week we moved to a new house in Tanta. moved يعني moved انتقلنا. يلا ها بيقول لي adults usually not good decisions بيقول لي لا كلمة بيصنع القرارات ما تنفعش دو هتبقى ايه التانية اختها ميك احنا ما قلنا ميك ديسيجن يعني يصنع قرارات. طيب هنا الاختيارات the balls are heavy at the بيقول ايه اللعبة اللي بيبقى فيها الكور تقيلة جدا بولينج او ولا سويمينج بولينج طبعا. يلا ها اول واحدة. طيب اللي بعدها we buy candies and chips from the school library canteen. ازاي هنشتري من اللايبراري الكانتين طبعا صح يا خالد بشتري الحلوى والشيبس من الكانتين. we had a wonderful meal at the famous a restaurant صح كده. طيب is there not is an indoor center where we can learn about stars and the planets لما اروح اشوف النجوم والكواكب يبقى انا رايح فين بلانتيريوم شاطر يا خالد. how not your day yesterday قالوا it was nice it was how nice. did was no was how was على طول كيف كانت يومك امبارح. طيب وينو ات ان ذا سويمينج بول لاست مانث سويمين سويمين هي الاولى لا الثانيه سوام تصريف الثاني منها انا عندي لاست. what did you not for lunch yesterday خلي بالكوا سؤال eating no eat بس صح كده يا خالد قلنا سؤال ونف فعل في المصدر. طيب تحت بيقول لي what do you do last did. week what did صح كده. what year is it was 4 year ago what year is it 4 years ago اذا غلط هتبقى ايه نو في الماضي حولوها في الماضي استبقى ايه was صح. ها we climbed the mountain next night last صح ممتازه يا مياده last. I have a wonderful time at the zoo this morning. Had. طبعا خلاص حفظناها. تعالوا بقى نشوف الدرس 3 و 4 في الوحدة الأولى. هنجيب برضو خلي بالكم من اللي هي الجنرال نوتس دي مهمة عند كلمة learn و teach هنا learn يتعلم اما teach يدرس خلاص. طيب هنا بقى بيقول لي الاسئله يعني القاعده دي سهله جدا جدا ودي كل الاسئله اللي بجاوب عليها بيس ونو بجاوب عليها بايه بيس او نو بيس او نو اول حاجه قال لي الاسئله اللي بنجاوب عليها بيس ونو ببدا دايما باوكسيلري فيرب يعني اوكسيلري فيرب يعني فعل مساعد يعني مثلا اسال بدو بديت بداز بهاف بهاز بهات كله ده لو سالته بجاوب عليه بيس وايه او نو تمام. طيب قال لي هنا لو سالت اللي هو فيرب تو بي وتصريفاته بقى ام از ار ووز وير دي تصريفات فيرب تو بي تصريف فيرب تو هاف هاز هاد. طيب فيرب تو دو داز ديد ويل كان كل ده مس لو سالت بيه بجاوب بيس او نو خلاص. طيب ودايما الاجابه بتاعتها بتبقى شورت انسر. هنا ورا جايب لي كذا سؤال ومجاوب عليهم اديني سائل بديد اهو قال لي did you go to the park قال لي yes I did او no I didn't بتبقى شورت انسر يعني ايه شورت انسر اجابه ايه قصيره تمام فما ينفعش ان انا اكمل باقي الجمله او اكتب جمله كبيره لا هو يا اما يس ونعكس اول كلمتين ومعنوه بنحط لنا بصورتي وخلاص. have برضو بنسال بنجاوب yes ونو او نو اي هافنت كان يو سبيك انجلش yes I can او نو اي كان خلي بالكم من كانت دي
انا احنا قلنا في النفي بنحط ايه ان ابوستروف تي طب كان اخرها ان يبقى انا هحط بس ايه ان ابوستروف تي تاني ابوستروف تي بس ار يو هابي ركزوا بقى في ار يو دي قال لي ار يو كلها بتتحول لاي طب اي تاخد ار لا طب يبقى ار يو بتتحول اي ام اقول لك ار يو هابي تقولي لي يس اي ام او نو اي ام نوت فهمتوا كده بس طيب هنا بقى بيقول لي اسئله بتبدا بالدبليو اتش اسئله الدبليو اتش زي وات وير وين تمام اعمل ايه بقى فيها قال يا مس بنحط اداه الاستفهام وكلمه الاستفهام زي وات وير وين واجيب بعدها الافعال المساعده اللي احنا لسه قايلينها من شويه وبعدين بقى اجيب الفعل اللي يليق معاها يعني على حسب لو قلت وات ديد طبعا ديد واخده كل الضمائر معاها شغاله اما لو قلت وات دو طب الدو هيشتغل معاها اي يو وي وزي لو قلت وات داز يبقى هي شي ات خلاص واي اسم مفرد فهمتوا كده هنا بيقول لي وات تايب اوف ميوزك داز هي لايك ايه نوع الموسيقى اللي انت بتحب اللي هو بيحبها فقال لي عشان هو سائل بداز هنا فهقول هي لايك ولا لايكس لايكس بوب ميوزك وين ديد يو جو تو ذا ميوزيوم بيقول له انت روحت امتى يبقى متى سأل بس ديت هنا في الماضي فهبقى اليو هتتحول اي والجو هتتحول وانت عشان سائل بايه بديت واقول له اي رقم عندي يومين 3 4 طيب هنا قال لي الدو طبعا اذا كان الفعل في المضارع البسيط بدون ايه اس والداز بحط اس بس مش بحط اس بس بحط اس او اس او اي اي اس على حسب والديت دي لو كان في الماضي فهمتوا قال لي بنلاحظ ان اي وي بتتحول يو او اليو بتتحول اي او وي يعني العكس لو لقيت ماي او اور بحولها يور او لو لقيت يور بحولها ماي او اور لو لقيت وي ار او ايام بتبقى ار يو والعكس تمام وي وير او اي ووز بتبقى وير يو والعكس خلاص هنا بقى جايب لي كل انواع الكلمات الاستفهام عندي هوز يعني ملك من وين وات هو هوم واي وير ويتش هاو كل انواع هاو هاو يعني كيف هاو ماتش هاو اوفن هاو ميني هاو واي هاو ديب هاو وايد هاو فار هاو تول هاو هيفي هاو لونج هاو اولد هاو فاست وهو ويز يعني مع مين رحت مع مين خلاص طيب احنا طبعا حليناها هنا الاختيارات تمام حلينا كلها طيب الدرس بقى 3 5 و 6 مفهوش جرامر تمام تعالوا نشوف كده لو في حاجه مش محلوله في الامتحان حلينه 5 و 6 مفهوش قلالي لا بيبقى بس ريدنج قرايه تمام شوف لي صفحه 57 كده يا خالد محلوله هنا بيقول لي ان ذا ساينس ساينس اي I was an I saw an exhibition about reptiles. بيقول لي في معرض العلوم أو متحف العلوم. متحف يعني museum. Museum. يبقى أختار إيه. Museum. طيب بيقول لي never eat meat from an animal. ما ينفعش ناكل لحم من الحيوانات الإيه. Fresh. الميتة يا مس. Fresh إيه. ما إحنا لازم ناكلها fresh. ما ينفعش أكل الميتة. هتبقى إيه. ديد. خلاص. طيب ده على الكلمات وعلى الجرامر اللي إحنا خدناه. بيقول لي وايز بيبول وهو مترجمها لي يعني الحكماء ميك جود لسه قايلينها من شويه بيعملوا ايه decisions صح كده يبقى بيعملوا قرارات حكيمه بعد كده اي نوت اون ذا بيج ويل ات ذا فان فير يسترداي انا عملت ايه للفان فير يعني حديقه الملاك تمام هعمل ايه بقى ها للعجله اللي هي الكبيره الدواره دي هعملها ايه دروف ولا رايد ولا كلايم ولا رود 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 صح كده يعني ركبت لعبة في الملاهي ها we had not او ان ويك اند اي بروك ماي ليفت ارم دراعي اتكسر في الاجازه دي يبقى كانت ايه تيربل طبعا تيربل فظيعه سيء اي ويز نوت سيلفيس ويز ماي موبايل بيعمل ايه بالسيلفي يلا بيقول لي اي نوت سيلفي كلمه سيلفي يجي معاها الفيرب ايه تيك طبعا تيك اكسلنت طيب هنا وين يو بوت ا ستون ان موتر لو انا حطيت حجر في الميه هيحصل له ايه ها يا اختص هتبقى ايه رقم سي ايه. سي صح كده سينكس طيب اي نوت ا فوتبول ماتش 2 دايز اجو خلي بالكوا اجو هتبقى ايه واتشيت صح كده بنختار فيها ايه ايدي صح طيب نوت وات نوت يو دو لاست ساندي اي ستادي
ديد صح، لان انا عندي هنا لاست يبقى لازم اختار ديد. ديد it was a terrible day not my team بيقول كان يوم terrible فظيع لان صح كده because لان فريقه خسر. طيب بيقول لي هنا what days what days was. what day is what yesterday did. No. Was. صح كده. تمام. يلا هنكتب was. listened. ليه اخترت listened? عشان ago. ago. صح كده. هنطير الاس ونحط ايدي. ايدي. طيب. I like jazz and I don't like opera. انا بحب الجاز لكن بصوا بقى. مش انا عندي هنا اثبات وهنا نفي. اللي الرابط اللي بقى قبله اثبات وبعدين نفي. but. لكن. تمام. يبقى انا هكتب but. لان البط معناها لكن، لو قبلها اثبات يبقى بعدها نفي، لو اللي قبلها نفي يبقى بعدها اثبات، خلاص يبقى هكتب بط. طيب اللي بعدها have you got a new jacket؟ قال له no I haven't. haven't بس ما فيهاش اي حاجه يبقى هكتب have حتى لان ابوستروفتي. خلاص يلا بقى نبدا يونت 8 مع بعض. تعالوا بقى نشوف يونت 8 ايه الدرس اول جرامر فيه. سهل جدا المقارنه ما بين صفتين، سهله جدا جدا وشرحناها مع اولى اعدادي وسته وتقريبا يعني اغلب السنين واخدينها السنه دي. المقارنه ما بين حاجتين، لو انا هقارن ما بين اتنين في صفه، يعني انا الصفه دايما في العربي انت بتقول الصفه تتبع الموصوف يعني بتيجي وراه، تمام، لكن في الانجليش تيجي قبليه. خلاص يعني نقول مثلا هي از ا جود بوي، يعني هو ولد ايه كويس. يبقى قلت جود وبعدين بوي الصفه وبعدين الاسم، تمام. طيب تعالوا بقى نشوف هنا صفات المقارنه. قبل ما نبدا قال في نوعين من صفات المقارنه، صفات قصيره وصفات طويله. الصفات القصيره باختصار شديد ان هي فيها بس عدد الحروف بتاعتها قليل، يعني مثلا تلاقي الصفه مثلا 2 3 4 5 بالكتير خلاص. اما الصفه الطويله تلاقوا عدد الحروف كتيرة. بتاعت الكلمه كتيره. فهمتوا الصفات القصيره والطويله؟ طيب سهل. عشان اقارن ما بين حاجتين يبقى قال الصفه القصيره هنحط لها اي ار وبعدها زين. اما الصفه الطويله اللي بنحط قبلها يا مور يا ليس وبعدها زين. خلصنا، هي دي القاعده، تمام. طيب نشوف هنا بقى بيقول لي ايه الشورت ادجكتيف. الصفات القصيره زي فاست بيج ساد هابي، شايفين عدد الحروف يعني قليل، تمام. لكن هنا لو قلت interesting fantastic beautiful dangerous الكلمة نفسها عدد حروفها كبير، يبقى دي long adjective صفة طويلة. تمام. الصفة الطويلة ما ينفعش انا احط لها ER تاني، هتبقى عبارة عن مثلا هي 9 او 10 حروف، احط انا حرفين تاني هتبقى 12 حرف، مش هينفع. فاللي بنحط قبلها حاجتين يا مور يا لس. مور يعني اكثر ولس يعني أقل. اقل، وبعدين الصفة اللي عندي وبعديها then، تمام. طيب هنا عطيني مثال زي dolphin is more enormous than the turtle، بيقول لي ان الدولفين اضخم اكثر ضخامه من مين الترتل السلحفاه. ماس از مور ديفيكلت زين انجلش، هو فرايون الرياضه اصعب من الانجليزي. خلاص طيب تعالوا بقى نشوف الصفات القصيره اللي فيها كام تكه كده لازم ايه نشوفهم. اول حاجه قال لي بنحول الصفه القصيره لصفه مقارنه ازاي. بحط الصفه وفيها اي ار وبعدين زين. زي كلمه فاست هتبقى فاستر اولد اولدر وبعدها ايه ذن بالاي مش بالاي، خلاص عشان لو جت في الاختيارات. طيب امتى بقى اضيف ار بس؟ قبل لما الصفه منتهيه بايه زي لارج وكلوز، هنا هتبقى لارجر وهنا كلوزر، تمام. طيب انا بقى لو عندي هنا الحرف الصفه بتنتهي بحرف ساكن بس قبله حرف متحرك بضاعف الحرف الاخير اللي هو الحرف الساكن، تبقى big bigger thin thinner hot hotter fit fitter، تمام. طيب لو الصفه منتهيه بالواي هعمل ايه في الواي؟ بحذف الواي واحط ER. خلاص تبقى easy easier happy happier lazy lazier healthy healthier. خلاص في امثله تحت بيقول لي ان elephant is bigger than the اكمل بيقول لي ان الفيل اكبر من الجمل. the city is noisier than the country بيقول لي ان المدن بتبقى اكثر ايه ازعاجا من المدينه. خلاص فهمتوا. يبقى الصفه القصيره بحط لها اي ار او ار او اي اي ار على حسب النهايه بتاعتها وبعدها بان. اما الصفه الكبيره بحط قبلها يا مور يا لس وبعدها وبعدها ايه فهمتوها. طيب دي على الصفات المنتظمه. طب لو انا عندي صفه غير منتظمه، قال لي هما بتاع حوالي 6 صفات غير منتظمه اللي عليا السنه دي بيبقوا سهلين. جود باد تبقى worse
واقول ورس زين، يعني دول كده كلهم بيجي بعديهم ايه زين، لكن دي صفه ايه عاديه. يبقى باد تبقى ورس، فار فارزر او فارزر، باليو او بالاي. عندي جود تبقى بيتر، ليت ليتر، ليتل ليس، ميني مور، وماتش برضو مور. فهمتوا؟ دي صفات غير منتظمه، لما اجي احولها لصفه مقارنه بتتغير تماما. فهمتوا كده؟ حلين اللي تحت ده كله حله؟ 69 تمام كله محلول. هنا طبعا بنختار الصفه اللي فيها اي ار عشان عندي زان وكله كده. لو لقيتوا الصفه فيها اي ار يبقى بعدها زان، لو لقيتوا في زان في الجمله يبقى اختار الصفه فيها اي ار او مور او ليس. تمام برضو ورا حلين. تمام كده الوحده الاولى، هات صفحه 72 كده يا خالد. يلا نشوف كده الاختيارات لسه فيها حته تاني. بيقول لي ذا جريت بيراميدز اوف جيزا از نوت زان تولر. ها ثواني بقى يا ميادة اديهم فرصه، يبقى تولر خلاص. ماي فريند ليفز نوت تو ذا سكول ذان مي. خلي بالكوا ذان عندي اول واحده يا مس. ايوه يلا اختاروا رقم ايه. ذا اوفيس از نوت ان ا سيتي زان. خلي بالكوا زان برضو زان هتبقى ايه وورس الاولى لان دي صفه غير منتظمه. هاو نوت از ذا هول قال لي ات ديب يا مس. لان عندي هنا ايه ديب يبقى هاو ديب. طيب هنا زي نقاط ان كايرو از فيري بيزي. ايه هو اللي في القاهره اللي بيزي دايما زحمه؟ الترافيك ولا الفود ولا الدرينك ولا البولوشن؟ ترافيك. ترافيك طبعا المرور. خلاص الثانيه بيقول لي ذا بوليس اسك ذا وومن تو نوت ذا سيف. البوليس قال للست اوصفي لنا الحرام، يبقى يوصف يصف يعني ايه ديليفر؟ لا ديليفر دي يعني يوصل. اخر واحده تبقى ديسكرايب يصف. اللي بعدها بيقول لي هاو نوت بيبول ليف ان كايرو. قال لي مور ذان 20 مليون بيبول. هاو بيقول لك 20 مليون يبقى حاجه بتعدي، يبقى هاو ايه ميني. هاو ميني صح كده. تعالوا نشوف الناحيه الثانيه. بيقول لي ذير ار ميني نوت فيزيتنج ذا ميوزيوم توداي. بيقول لي في ايه الكثير من الايه بيزوروا المتحف. الكثير من السياح تورست. تورست صح كده. يلا زي اوبوزيت اوف بيتر، عكس كلمه بيتر يعني كويس، عكس هيبقى ايه سيء. سيء بقى يعني وايت ولا ويندي ولا وايد ولا وورس. وورس وورس صح كده. طيب ويتش از نوت ذا نايل اور ذا امازون. قال لي ذا نايل. بيقول لي ويتش از ايه تولر ولا اولدر ولا لونجر ولا هاير. بيقول لي مين الاطول؟ تولر. تولر طيب ثواني يا خالد، هو النيل يمشي معايا الطولر ولا اللونجر؟ وانا عندي كلمه اطول، الاثنين اطول معناها طولر واطول معناها اللونجر، بس اختار ان هي مع النيل. بصوا بقى لو حاجه كده افقيه هتبقى لونجر خلاص. طب النيل من النيل افقي لا يا مس، النيل افقي خلاص ماشي كده، يبقى ده ايه لونجر. لكن لما اقول برج القاهره، برج القاهره هتبقى تولر. تولر لان واقف ايه راسي، يبقى الحاجة الرأسي اقول عليها ايه طول، اما الحاجة الافقي اقول عليها ايه لونج. طيب بيقول لي ذا سينما از ان بيتي ذان ذا مترو. عندي ذان والصفة عادية، هعملها ازاي بقى؟ احذف الواي واحط ار. احط اي ار. اكسلنت. يبقى هحذف بس الواي واحط اي. زان يا مسا تبقى بالايه. ممتازة يلا بسرعة حلي الاقي اي ار. ايوه لان بحذف الواي واحط اي اي ار. طيب بعد كده ذن هتبقى زان. تمام تبقى ايه بدل ما هي بالايه هخليها بالايه. اللي بعدها بيقول لي ويتش بيلدر از تول. تولر. تولر صح كده. طيب اللي بعدها بيقول لي شي از بيوتيفول زين. طب بيوتيفول دي مور ايه؟ هحط قبلها مور صح كده، يبقى مور بيوتيفول. تمام كده الدرس الاول خلص معانا، وكان صفات المقارنة.